لا عمرو، صباح الخير، منورنا، وشغل بجد محترم جدا. الفيلم مسمع، وان شاء الله يبقى في توفيق بالليل باذن الله. طبعا احنا هنحضر كلنا باذن الله الكلوزنج، بس ممكن نبدا كده، بس اعرف الفكره بتاعت الفيلم اصلا جات لك ازاي، لان ده سؤال شخصيا انا عايز اعرفه. طيب بما انك نهاوند بقى وانت حسام واحنا اصحاب فهحكي لكم الحقيقه جدا. انا كنت بصراحه في فتره كده قبل ما اعمل الفيلم ده على طول كنت في فتره تعبان شويه من السينما، يعني كنت عندي حاله كده مش مبسوط قوي، وكنت حاسس ان انا مفيش حاجه محركاني ومفيش حاجه عايز اعملها دلوقتي، لحد ما ميشيل مكرم اللي هو اللي كان شغال معانا بروديوسر في فيلم لا مؤاخذه كلمني قال لي في واحد صاحبي بيكتب افلام وعايزك تكلمه، فعملت المكالمه ذوقيا يعني، فلقيت عمر خالد اللي هو صاحب الفكره بيكلمني في التليفون مكالمه انا فاكرها مكالمه عاديه، قال لي في اول كلمه في المكالمه انا عندي فيلم عن واحد سلفي بيحب مايكل جاكسون. في لحظتها كان كل حاجه اتبدلت في لحظه، قلت له يا نهار اسود دي فيها كتير جدا من قصه حياتي، انا عايز اعمل الفيلم ده، عايز اكتبه ممكن؟ فقال لي اه طبعا يلا نكتبه وبتاع. فكانت رحله استمر، ما كنتش متوقع ان الموضوع هياخد سنتين ونص كتابه، بس قعدنا نكتب في الفيلم و سنتين ونص بتكتب في الفيلم؟ اه سنتين ونص، يعني هو كتابة الفيلم ده كانت شبه العلاج النفسي بشكل ما يعني، يعني هو يعني كانت مرهقة جدا جدا طبعا. جدا، والحمد لله يعني اعتقد ان احنا عملنا حاجة مبسوطين بيها، وعمر خالد اشتغل معايا كتير عليه وكتبنا الفيلم، وكانت رحلة شاقة بس في نفس الوقت رحلة الواحد يعني احلى حاجة في الدنيا انك تعمل فيلم يغير فيك مش بس بتعمله، فهو الفيلم ده غير فيا كتير جدا وعرفني اعتقد بشكل كبير انا مين، وخلاني اتصالح مع حاجات كتير مع نفسي بصراحه. وانا عايزين نعرف ازاي تتصالح مع نفسك، لان انا كان عايز اسالك في جزء كبير العلاقه، لانه الفيلم ده كتير من الشباب هيشوفوا فيه نفسهم، خلينا نقول يمكن انا شفت فيه نفسي في لقطات كتير وانا هجي لك الحته دي، بس انا عايز اقول لك بس مجرد حتى انت عارف انت عملت الفيلم ده في ظروف صعبه، خلينا نقول ظروف في اسئله كبيره قوي حوالين مفهوم التدين في مصر وحقيقه التدين في مصر، وواقع سياسي برضو فرض متغيرات جديده، انت كتبته في فتره صعبه اتغيرت اتبدلت الرؤى وفقا للظروف واحداث البلد في السنتين ثلاثه اللي فاتوا دول؟ ما اعتقدش ان احداث البلد ولا كان بعيد خالص. اه ما اعتقدش ان احداث البلد الحاليه او الانيه هي ليها السبب، ما قصدش السياسي خد بالك، التغير الاجتماعي الناتج عن شويه. طبعا طبعا هو الفيلم متاثر بمجتمعه جدا، يعني هو الفيلم في الحقيقه احداثه بتحصل في سنه 2009 فهي ملهاش دعوه قوي باللي بيحصل في البلد حالا، بس هي في الحقيقه ده سؤال شغلنا جدا عن شكل الدين في مصر، عن شكل التدين في مصر، عن عن العلاقه الحقيقيه، بس مش في مصر برضو بس، انا حاسس ان الموضوع اعم من كده شويه، انا حاسس ان الموضوع بيتكلم عن علاقه الانسان بربنا بشكل كبير ورؤيته لنفسه، حتى لو كان يعني انا اللي بسطني جدا ان الفيلم انا حسيته الناس كتير قوي بتحس نفسها فيه، حتى لو من امريكا، حتى لو من كندا، حتى لو من يعني انا في تورونتو لما رحنا في ناس كتير جدا مش مصريين ومش عرب ومش مسلمين حسوا ان الفيلم مأثر فيهم لان هم حسوا نفسهم فيه، لان الفيلم مش بيتكلم عن شخص متدين قوي بس هو بيتكلم عن فكره التناقضات اللي جوه كل انسان وازاي ده ممكن يعمل لك مشكله وازاي ممكن تعرف تتخطى ده وتتصالح مع فكره انك كانسان مش متسق، لان في الحقيقه مفيش ولا انسان متسق، يعني في الحقيقه كلنا عندنا تناقضاتنا ويمكن ده عامل ازمه لينا ساعات، بس في وقت من الاوقات يعني من مرحله النضوج انك تتقبل ده في نفسك.